خدنا مع بعض يا جريتو لجور دو لا سيمين أيام الأسبوع، وقلنا إن أيام الأسبوع 6 جور 7 أيام، لو ساميدي لو ديمونش لو لاندي مارتي ميركريدي جودي فوندريدي، وإن عندنا في إيجيبت بيبدأ لو ساميدي أباري بيبدأ لو لاندي. ده كان أول سيشن خدناه. تاني سيشن خدنا فيرب ألي، وقلنا فيرب ألي يعني يذهب، جي في أنا أذهب، أو سينما للسينما، أو كلوب للنادي، أو كير للقاهرة، أو عند حد، وعند حد يعني شي شي ما غراند مير، عند مثلا جدتي. مش معقول أروح وحدي، هروح أفك مع ما فامي عائلتي، أو ما مير ماما مون بير بابا، أو ما طانت مع عمته أو خالته. هروح ليه بقى؟ ده درس النهاردة. بوغ جوي علشان أذهب، وجوي ده فيرب اسمه فيرب جوي، وبياخد حرف الجر أو. مينفعش أقول جوي وحدها، لا لازم أقول جوي أو. أو فوتبول، جوي أو فوتبول، يبقى جي في شي ما غراند مير عند جدتي، بوغ جوي أو فوتبول علشان ألعب فوتبول، أو تنس أو ألعب تنس، وباسكت بول أو باسكت بول اللي هي كرة السلة، وفولي بول، فولي بول اللي هي الكرة الطايرة. افيك مين؟ هلعب مع مين؟ افيك ميزامي، مع أصحابي. يبقى احنا كده نقدر نقول جملة كاملة. لو ساميدي يوم السبت جي في او كلوب، أنا أذهب إلى النادي، افيك مامير مع ماما، بوغ لكي جوي ألعب هاندبول، ألعب هاندبول افيك ميزامي، وهكذا هلعب مع أصحابي. وهكذا نقدر نكمل جملة كاملة. المطلوب مننا كل واحد يعمل جملة كاملة.